منا انا ما اقول ربع كل ما طفى البث وضحينا صراحة وضحى هنا علي احمد تحت النخل ولد ذيك اسم منك ما اقول ارمي فيه انا عجبني النقاش لاحظ خلاص اسكت انا خلاص ايش رشف ها هل عش بنية صراحة اسمع الجدال خلي بيننا كذا او معنا في السالفة انت تقطع وخس يا اخي سؤال يا ابو عبد الله يعني صراحة سؤال صريح الكتاب ذا معك في كوش الروم ومعك من قبل وتروق به هناك ودي هناك اقرا والله اقرا افدنا اخوانك الصغار خلاص بعد الفجر عندي قصه بعد الفجر لا اسمع اللي بيجي يسمع بعد الفجر قصه ما هو حقنيه انتبه انا اعلم هذا كتاب هداني اياه ابو ظهير الله يذكره بالخير و كان بي هرج عن عمر بن الخطاب يتكلم عن جلسه اي بالله يستاهل الله يستر عليه ابو ظهير وللاسف وهني ابو ظهير خطف الكتاب من الفوز سقاط هذا ابو راس وابو ابو راس وابو وجه تقول زاويه الجدر حافه إيه وجهك حافه الدولاب ايه تقول حافه عيال والله يا رجال عيال والله ما يورد الجمه ولا يوردك الرجال الا انا يا كفو ما رد حاجتك الا والله في حاجه انت مو انت عايش حياتك كل ابوها ما عرفتك في حياه كل ابوها عايش تبن ما مسعود ما وردك العشاء معشر اليوم جيت عندنا يا مسعود بهاجي بن محمد مسعود وجه الجراده مسعود والله يا مسعود انا وجه الجراده طبعا خلي بهرج وجه البومه عال والله يا مسعود يا وجهك طويل قصر في ميدان عسكري والله امزح 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 اضرب 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 سلطان حب الببغاء هذا انا من حلقه يا ربي لك الحمد يا الله يستر عليك لا يا ربي حط حط يا ربي تنيه شوي تنيه شوي حط دقيقه الله لا ورا اقلبها طاق اقلبها اقلبها هذه تحت لا لا اقلبها اقلبها انقل مويه تحت 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 انقل مويه لا 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 راسي يثقل علي انتبه له لا الراس وازنه ترى عادي يذبحك وانت هو يضحك قاعد تموت يضحك عاد ما ادري تدري الاطباء عجزوا فيه تدري سبب اصابته وشني ثقل الوزن ثقل الوزن ما يتحمل الضغط الرقبه راسه كان راس ناقه إيه؟ في الخطا كذا صار إيه؟ ما يستحمل الجسم في سر ناقه إيه؟ والله هذا الحين بالله ما يستحمل الجسم يكون الضغط لو جبت لك رقبه حمامه يركب عليها راس طلي هذا والله العظيم الكلب والله يريب والله العظيم الكلب مستواه بدا يرتفع الكلب لانه بدا يهتم في نفسه ولا يرقد ولا يلا يا الربع ما فيه عملية تجميل تقصدر يا مسعود 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 والله يا عظيم يا مسعود يبي لك ايش اللي وجهي بيجي جبار تدري وين؟ هني عانه بياخذ الكلب اللي هني ما حد ياخذه يا جاج تنتج انا شيخ ولا مقاول اقعد احط لك لوكيشن راعي مفروشات ولا باكستاني راعي مفروشات اقعد افرش لك علمه يا محمد بما انك انت زاكي عقليا اسعود اسعود والله زينه هذه شنطه منصب ايش هي؟ هذا واحد كان يبغى يطلع طبعا شهيد يوم حطوه هذا واحد اخذ الشنطه بيروح يطلع ها يوم قد ما يقول على الباب ترواله ابو سلطان من دون الباب يفكها ويجنح الرجال يقول ما عاد جلس هنا يا ولد يا ولد يا ولد ابو سلطان اليوم يا ولد صراحه ظلمني انت سمعت ابو سلطان جاء اليوم جلدني ب 1000 ريال وفي ريجي لم في اليمين ما اعطاهم مثل ما 1000 ريال 1000 خصم تدرون جاري ما مشيت يطمن علي والله هداه ما استعبد على سلامتك يا احمد يا ما ترى باس تكتب تكتب انا عنده وشوفه ولا قال لك شيء يا ولد لا شفته شفته انا يا ولد يكتب غير اشطفه ولا حتى سلم عليه قال سلام عليك مصطفى قال طيب راس والله ما ترى باس بعيد عن النظام طيب وانت من ركائز البرنامج وانت نعتمد عليك وجعل اللي فيك في واحد من وجعل اللي فيك من مسعود وبهاج يتقاسمون شف هذا كله قاله في شطفه في شطفه خالد الرهيب انا عبد الله الجراني طالع من المطبخ موعد غسلنا يدينا
قال وين جايين؟ قلنا تونا تعشينا وجايينك. قال كنترول عبد الله جايب مع حمضيات. اقسم على عبد الله. عبد الله بنتي يا ريجي. عبد الله يصير خاصم بين يدينا. عبد الله الشرايم هبوه. ما يستر. يقول شفته في خاطري ضحكه قلت اضحك. قام هبشور. سفير ولا قهوجي اللي جابه؟ سفير عرفت سفير بسفر بس ما في لا ما في فعل. معك سفير. عرفت دائما هو هذا اللي ذبحناه المسرحيه. هذا اللي ذبح سعد الزيري. يا ولد يا زين المحل في اخر الحب. شباب يا شباب الله يرحم والديكم اللوكيشن هناك اللوكيشن اقلب شوفوا لكم اللوكيشن هناك. لا 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 ها؟ ادري بخاف اشوف لكم اللوكيشن هناك. والله صار يا ولد لا وجيبوا لنا البث هنا والبث هنا وحركات غير اللوكيشنات الشباب سوى البث علينا ولا مو علينا عيال عيال هلا هلا حنا جالسين جالسي ناشبتن على قلوبكم عندي سالفه بعدها وبروح تعال نعاملك ترى انا خالد وقف جنبه وقف جنب حمايه انش في راسك دبه في راسك دبه والله ما تمشي دبه في اللوكيشن خاطري دبه يلا تاخذ نصيحتي ترى قل لي نجحني خالد شباب قول يلا عندنا اليوم جايبكم اثنين بطولة بولينج. قسما بالله حلوة حلوة والله اللي حبيت. تكفى لا ترجع البث بقولها. بنعيدها ونضحك. علمك مرة عندي سالفة بعدها بروح. اوكي؟ اسلم اسلم لا لا ما عندي شيء. انت ما تكلمت. بستكشف ايش السالفة؟ حمادة. اخذ نصيحتي. عمو منيب عمو منيب. ايش سوى؟ يا حمادة. عمو منيب صدى صدى عمو منيب حمادة حمادة في ولد مو بنت حمادة في كل حلقة فوكس منيب منيب عمو منيب عمو منيب صدى عمو منيب صدى تكفى يا أخي حمادة شوي محمد وعليكم ما على وجه البسيط أحزن يا رجيب لو فرش ريشان انا ابي مقابل عاجل مع زياد الشهري ليه ابي في الهجوم ولا افتر كذا ومقحزك تدق الباب كذا طق طق وش علمه يا ابو راعي محتزم حي والله عينك يا والله الحمد لله نرسل له تطبيق اوبر يجيبه له انت حاجه انا ادري انه عنده اجتماعات لكن اجتماعي معه طارئ لازم يشيل الاكتاف لازم هو ما يعيد علينا الرجال إيه وديك سرعة عظم ساقي ويش؟ ها؟ وش العلم؟ الرجال ما يشوف والصلاة بقى على ثلاث دقائق عنده سالفة بيقولها يدور لوكيشن يا يعطيكم اسمع يا رجل عندي لوكيشن جبار حط على كتوف وقلطب على مثل خرا وهز ايش ذوعك؟ على ثلاث موجود هني انا فعلا هني على ثلاث موجود ها ها اي والله موجود والله يا مسعود جبار وين تحطه حنانيه هنا مكان فوكس مكان فوكس يرجع لكم جار يا رجال انا والله تبي الصدق ودي ان البث يخلونه 24 ساعه اي والله صدق يبين معادن الرجال يتحملهم لا يقوم ناس كذا وناس كذا شفتات اسمع اسمع يبين الناس اللي صدق يستاهلون البث يبين الناس اللي يتعبون من اجل البث يبين الناس اللي يبغوا يسولف ما عنده سالفه يخلوه البث 24 ساعه انا اشهد يحطون كونتراك يلا والله ما حطوا شيء حاب الرجال والغازات الاطلاق سقم المعادي والضديد احتزم يا ابو محمد احتزم والله لو انهم 62 مليون لا كلهم لك اشهد طول ما فيك ناب انت لا كلهم ما طولتها الا عشان الموضوع لا والله ما لك تاك 62 مليون لك تاك 62 من هالعشبه لا انا بوكلك 62 شرع ميذا شرع اخليك تاخذ لك اخليك توقف الحفل الختام يمكن الله يعطيك عمره وان شاء الله كنت ما طلعت ممتاز قال انك رقبتك رقبته واحد جانا اعطانا خاصه بكل حب بكل حب انت طموحك في البرنامج ما طريت احد اتحدى احد يعين علي دب ما اقصد تركي لا ما انت اقصد تركي الدوسري اقصد عبد الله الشهراني اقصد عبد الله الشهراني هاي اقصد ها ايش عندك اشهد انك سقم المعادي سقم المعادي اشهد لله اي والله اشهد لله بعتني يا ابو محمد لا والله حتى اليوم اشوفك تلاحيه هو يجنب عنك
تضطري له المواضيع وتضطري له عيني في قاعد احشار اشهد لله يا وجه سبحان من حط الوجه الحر علامه اي والله ترى وجه الحر بين اي والله الوجه الحر اي والله الحر واضح تقول ماكو ولا اصل يرى يجيل يرى يجيل وقفه ايه وقفه الصنديد بينه وقفه يرى يجيل وقفه وجلسه الرخمه واضح هذه الحر ها وقفه اي واحد فينا يا وقفه نصوك عار بالله تقول طيرن على وكري ريجي يا رب كلام تقول طير ما يريد كلام موجه لكم انتم يا يوم الله جمعنا انتم يا الربع لا انت لا الاردني ولا انت الدوسري ولا انت يا ابو قمي انت من قبيله في المارك كل بشيء صح كل ضغط عالي شرب من تربه بعد والله الضغط العالي صدق الواحد منهم الواحد ولد اسمه منايا شرب سعدك انا بوجهكم كلمه يمكن اطلع السبت الجاي يمكن اللي وراه الواحد زي. منكم هذه امني اول ما يضيق اول ما يطلع عليه مسعود والله اللي كفو انا بعلمك بسالفه الحصارات اللي في الدير والله اللي كفو تسمح لي اي والله في انا في السالفه اعطني إيه؟ مركب اسلم طر هالسوالف يوم جال السوالف من جد يوم مركب طره طره نعم يا رجال رحت للديره ثلاثة ايام سوالف وطقطقه وضحك لا لاحظوا علي الجماعه ان ادنات حاجه واحد يمزح معي ولا واحد يدقني كذا اخو مسعود هذه حرام اني معك في شر ولا في قدام يا ولد يا ولد قل لا تدعيني بصوتك في الباطن جيتك والله لو تقول انت في الباطن يا مسعود ايش يقول مسعود انا محاول عليك مسعود اليوم يقول احس اني ولا النعيريه اني يزهمني واحد يقول احس اني يدق تكا ساعه زهمت اي ساعه ساعه تقريبا لا يقول لا يقول 10 لا 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 ثمان صباح ثمان صباح بس وانتوا على جال الفطور انا اشهد اشهد اني اشهد اني وحيتها وحيتها بس كان عندنا ضيوف انا قلت مزح يا ولد انشدوني الشيبان والربع طلعت مع الباب ولا يمدني اطلع الا الا اسمع يقول مزح 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 يا مسعود اقهر اقهر يا ولد يا نمنع منع اللي قدني خامل لي واحده من جيراننا برقبته شايل يقولون يقولون تعزويت انت الثاني تعزويت الثاني يقول خانق بقران يقول بغى يذبح نعم بقران بس انه ما هو بقران اللي خلقه هو اللي خلق بقران بقران انت خلقت بقران نعم يا استغفر بقران بقران كنا سالح بعينه علم بقران انا الى حد ترى ما تعاين الا هو جايك منه يحول عليك مع الباب تدري لو تنعتني انه غادي بيني وبينك ضباب ما عاد اشوف ينشدوني انا قالوا ميدي يا ولد مسعود دامنا عشام عشام وعشام عشام عشام مسعود دامنا يا رجال قلت هذا واحد طال عمرك صبي نصبي المر ونعم صنديد عليكم جود والله اللي ونعم برغام قالوا يا ولد وش فحل فحل رجال رجال مسعود هو صبي بكلمة قلت انا مسميه خصيم الخوف الله يبارك الخوف يا زين ذا الاسم زينه يا زين ذا الاسم زينه شنو والله في سعد مسعود يباري الخوف بس انا عايد عايد يدي مسعود يباري للخوف بس انا لا جاء العدد 6 7 صار مع الخوف اي المراجع تغيب وتحط يصير المراجل دايما شيت يا دي المراجل عندنا شيت يا دي ذبحه القعدان يا دي شي عادي والكرم برض مثل اي باري ذبحه القعدان يا اخي شي عادي ذبحه القعدان يا اخي شي عادي من يقول يشتكي من يقول منهم سوق الصلاه والكرم برض مثل ذبحه القعدان يا اخي شي عادي ذبحه القعدان يا اخي شي عادي والكرم برض مثل برض الصلاه والكرم برض مثل برض الصلاه جات سلطانة من الفطرة تنادي جات سلطانة من الفطرة تنادي نعم يقول يشتكي ذبحت القعدان يا اخي شيء عادي يا قد بك يا مسعود حيوان ولا خلاص احمد قد بما ان رقبتك توجهك قد تقوم يا من ساك على احمد وشو قاعد بس خسخ استاذ
اكبر ثمك شكل فيه حب الناس الناس قم في فيلهاتك دنك وحط صنقرك دنك لا لا انت ما فيك لا لا في البير ما ظل فيه حتى في الادم يبيها بس والله فيها اطلعها ولد يا اخي عينه 24 ساعه على الاداره ايه وشوف من اللي موجود من هو الرجال ده حي عينه رجالنا الرجال اخ متقرف ايه متقرف ما ادري ايش من هو اي واحد والله لولا الحياه لا قلت بهاج مخبر سكريبت بس لا والله مهب 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 علوم لا والله لا والله قول هذا هذه والله من الذيابه انا يطل ما ينقع ادمي ولا مودمي في المنتج اعلان العين بهاج زيت صوت نعم بهاج لو تقول بهاج انا وعيني اهدم ذا المنتجع كله اهدمه ورمه ووقف قال وش ايش لا وش غير انا بعد هدم وش غير بعد هدم وش الله ابو ما تبي تبوني اكل العشب لو تقول كل العشب ذا كله بالله قم لا ما ابى واحد يدور من الله انك تسولف قطعنا سالفتك السؤال بالمليح عندك عندك انت تقول عند لا بالباطن الرجل كمل طول هؤلاء يجدوني الربع قالوا ما يدي ولا الدم لا يجي لها عكافه ارخف رزانها يا ولد دام انا احنا قاعد ترسل المره ولا مو شغلك انت من صلبيان منع يستاهل اي والله هذا مجنون وش عينت فيه في البرنامج وش عينت فيه ترى يجي له اسد 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 هذا اسد ملك الغاب ترى يجيل ترى يجيل الرمش انا وياه نرقد في غرفه واحده علي الملازم يا ريجيني ما اقول كذا 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 لقمه 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 يا ولد ولد يا ريجيل الرجال من يا سلطان الرجال سلطان الرجال من احمد سوي كذا احمد لا لا بس كذا واقف يقوم واقف لا 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 عطى عطى سداح سداح والله يا هذه انها مجنونه هاي سوي دام اي تسوي دام سداح سداح طيب روح روح احنا روحنا ابعد هذا الحمضيات عادي كمل قد تدوز هذا اللي يفز قلبت قامت قامت اصبر دقيقة خلاص 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 اصل اللي عليك يا 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 حمار سوي انا اشهد ارحب يا البيعة استنى ذوب حركة الخير سويتها تكفي بهاج تكفي بهاج حركتها الخير يا زينة زينة اي واحدة يا من الطمرة واجد اي واحدة لا 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 والله ما تقول الثانية خلها بنا ولد مستورة ولا رجحة علم يعلمك ولد وانا اسلح هيا الدباب واجد رمي ولا شيء ترى شوف داخل المنتجع في شيء ما يقدر يمنع بدون رمي بدون رمي اطمئن بشق ارح بالسلاح ادرك مع قبا خلاص يا صبي يا صبي خلاص انصرنا والله من السلاح تحت سلاح اكثر صامل والله وجه وجه الصامل رصاص بيذبح مثل عيب حق مت تقوى هذا ضحك رصاص كم محمد دقيقة هو رصاص يا سلطاخر هذا ثاني مرقع رصاص يا وقت وقت مده مده لا قوة إلا بالله يا هلا انت راعي سلاح هو اللي مرمي انا برا الموضوع بس انا ما اعطيك في شك اسلم اسلم ترى لي الموقف ذاك يومنا يا اجل موقف يا رجل يا شيء يا رجل لا ما احسن لي ما يدري به لا لا الله علمني مسعود علمني تعلمت اي موقف الحلم الحلم ياتيني بزولك ورعي في كل حلم اقوم قبل اتحبه واعشق سميك في البزارين وادعيه واقبل خطاه يخطى وتلقاه واسمك يروعني الى مر طاري واحد ملقوف يسولف وطراه
ومر بيتك من بعيد ولا جي. ولو انه في يدي ما تعدى. حتى توائر مو تريد تلتفت فيه. تبغي تلف ويستحي العقل والجاه. وصلك خيط الصدر والبعد يثري. ويا بري حالي كان صديت برياء. ويلي على ادري حبنا ويش تالي. ويلي على ادري وش ورا الغيب ويله. عشان اشوف اذا محبتك ترفيه. راح جنبك شكل العيال اللي يرموك. استغفر الله. الله. ويلي على ادري حبنا ويش تالي. على دري وش ورا الغيب ويله واسمك روان عني لا مر طاري واحب ملقوف يسولف وطرا وصلك يا خيط الصدر وال وصلك يا خيط الصدر والبد يا فري يا بري حالي كان صديت بريا ولي على دري حبنا وشتالي ولي على دري شر الغيب ولا عشان اشوفي اذا ما حبتك ترفي والله لقبي عنك اصطفر الله والله لقبي عنك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الصلاه حذن طيب الصلاه الكسل مو هو بيلحق لذات الربيع والصلاه ابرك من النوم حي على الصلاه رحيد رحيد اعد اللهم ارحمنا برحمتك يا رياد اعد خالد اصبر خالد خالد لا دان عندك وانت واقف خالد واقف يدك استوى واقف عندي تقول له يجيك الميكروفون لا والله خليه كان الذن هنا اي صح كان الذن هنا بسوي بالكاميرا الكاميرا هنا خالد سكر والله يقرب لي ها اصبر اصبر يا رجل المقصره جات وراحت ما قصرت جت والله شر بسعدك الشرها والله على اخويانا اللي اي والله اي والله حرام صحيتكم حرام صحيتكم والله ما عندي غير ذا حرام صحيتكم صحيتكم ابشر بالسعد بكرة شو نسوي؟ هندامنا واحد ها؟ ابشر بثيابنا يا بهاج والله ابشروا بثيابنا يا ولد يا ولد انت ثوبك ما يدي ما تدخل في ثوب تراك صدق هذا ثوب عادي تدري ايش قلت؟ قمت من النوم قال مغسل لها ساعتين واقف يا ولد انا والله العظيم طلعنا من الله اكبر الله